الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مرحبا بكم في تعلم بايثون في 4 ساعات من خلال مجموعة من الأجزاء. إذا أول شيء يمكن القيام به هي تحضير بيئة العمل، وبالتالي يرجى الذهاب إلى الإنترنت ثم تحميل ملفات بايثون. إذا سنقوم بتحميل إن شاء الله داونلود بايثون، ثم IDE Integrated Development Environment هي بايشارم كوميونيتي، وبالتالي بايشارم سنقوم ببايشارم بتحميل بايشارم للعمل على كتابة برمجيات باستعمال لغة بايثون. إذا أول شيء هو الحصول على هذه البرمجيات، وهي بايثون الأساس ثم بايشارم لكتابة لغات البرمجة. إذا يمكن كتابة فقط تلشارجي بايثون أو داونلود بايثون وتحميل بايثون ثم تحميل الملف بايثون ثم بايشارم. هذه هي الخطوة الأولى. إذا سنحصل إن شاء الله على بيئة عمل مشابهة لهذه البيئة. إذا أول خطوة سنتعرف على هذه البيئة. يمكن تغيير شكل البيئة باستعمال مثلا فايل، بالضغط على فايل ثم سيتنج ثم اختيار الاختيارات. يمكن هناك ان ابارونس، سنذهب مثلا الى جنرال مثلا، ثم سنذهب الى فونت مثلا، يمكن الذهاب الى اديتور ثم جنرال، ثم سنختار فونت مثلا، ثم هناك يمكن استعمال اختيار قياس الكتابة أو سايز، ثم سنقول أوكي. الحمد لله، إذا قمنا بتغيير الكتابة. إذا أول شيء سنتطرق إليه كيف يتخلق مشروع جديد. وبالتالي أول خطوة مهمة جدا هي خلق مشروع. إذا ما هو المشروع؟ هو عبارة عن مجموعة ملفات بايثون. إذا أسهل شيء هو فايل، سنذهب دائما إلى فايل ثم نيو بروجكت، أعيد لكي لا تصرح، فايل نيو بروجكت. إذا سأقوم إن شاء الله بإما الذهاب إلى ملف خاص لأجعل فيه البروجي أو المشروع، أو سأعطي بروجي. تخيل مثلا بايثون فور إكزامبل، سأذهب أغير مثلا بايثون إن مثلا فور إن مثلا فور أورز. إذا in 4 hours مثلا بايثون في 4 ساعات. إذا سأضغط على زر create لأخلق مشروع. سيقول لي أين يمكنك أن تضع هذا المشروع. إذا in this window، إذا في هذه النافذة. إذا سيخلق لي إن شاء الله بيئة جديدة. إذا المشروع جديد، سأقوم بخلق مجموعة ملفات بايثون في هذا المشروع. إذا أول خطوة هي خلق ملف جديد. إذا How to create a new project in Python. Click File and click New Project and give a name of this project to develop a set of Python file. إذا سأقوم هذه البيئة. نعم، فوالا. إذا لاحظ Python in 4 hours. إذا لخلق ملف جديد. إذا هذا المشروع هو سيكون عبارة عن مجموعة ملفات. إذا أول مشروع للاستئناس هو والتحقق من أن بيئة الشغال بايثون تشتغل جيدا. سنخلق مشروع جديد يقوم بإظهار نتيجة السلام عليكم. وبالتالي لخلق ملف جديد بايثون. إذا how to create a new Python file. إذا right click، إذا button droids in Python ثم new جديد ثم بايثون فايل. أعيد أعيد أعيد. إذا خلقت مشروع، سأضغط زر أيمن على هذا المشروع ثم جديد نيو ثم بايثون فايل. إذا to how to create a new Python file right click in Python file in Python in 4 hours for example new Python file. إذا سأقوم بتسمية هذا التسمية من خلال سأسميه مثلا exercise 1. إذا أو الإكزرسيس رقم 1. إذا استراتيجية العمل لدينا، سنقوم بخلق مجموعة من التمارين إكزرسيس 1 2 3 إلى غير ذلك إلى حين التمكن من تقنية بايثون. وبالتالي إن شاء الله سنستعمل بدون إعطائه باي، هو سيقوم بإعطائه الإكستنسيون باي أو الامتداد باي. إذا وبالتالي أنتخي. إذا لاحظ
هذا الاكزرسايز هو بايثون. إذا إن شاء الله سنقوم بنشر برانس للتأكد من البيئة، برانس بين قوسين، لاحظ برانس بين قوسين، ثم السلام عليكم، بسم الله، سلام، تسمح، سلام، سلام عليكم، فوالا، عليكم، تسمح، كلافي. إذا برانس سلام عليكم هو عبارة عن برانس هي إكرير، يعني اللي هي مكافئة برانس إف. إذا لي التأكد من البرنامج، كيف يمكن أن نطبق البرنامج؟ يرجى الضغط على ران، إذا كليك ران أند كليك ران، أن اختيار الملف الذي نريده أن يقوم بالتطبيق هو exercise 1. إذا سنضغط على exercise 1، النتيجة هي السلام عليكم. إذا how to execute a Python file. إذا first we click in run and run and shows our Python file and show the results. السلام عليكم. لاحظ يمكن عندما أو يمكن اختيار هنا ثم اضغط على السلام عليكم. لاحظ إذا هذا عبارة عن أول برنامج يقوم بإظهار هذا المساج، هذا المساج أو هذه العبارة. إذا الشيء الثاني إن شاء الله سنقوم بالتعرف على نوعية المتغيرات. إذا كنا نستعمل في لغة السي، لاحظ في لغة السي ولغات أخرى نستعمل هذه الأشياء int مثلا a ثم point virgule o مثلا int متغير a هو عبارة إن، فهذه في لغة السي. هنا في بايثون لا داعي لذكر int أو float أو string، يمكن إعطاء فقط قيمة أولية. لاحظ a equal مثلا واحد، ماذا تعني a equal واحد؟ تعني بأننا أعطينا متغير A، أعطيناه قيمة واحد، وأي ينتمي لانتجر أو هو عبارة عن عدد صحيح طبيعي. إذا أردنا أن نقوم ببرمجة متغير آخر B، ولكن نريد أن يكون عدد حقيقي، وبالتالي سنستعمل الفاصلة، وبالتالي سيكون A dot أو استسمح dot 3 for example 1.3. إذا عندما تكتب الفاصلة، لاحظ الفاصلة بالإنجليزية هي نقطة، فإن بي سيصبح عدد حقيقي، وبالتالي فإن بي سيصبح float. وإذا أردنا أن نقوم بتعريف متغير نصي أو variable أو string variable، يمكن استعمال كوت، يا إما كوت واحدة مثلا نورتيف for example أو استعمال دوكوت h1 يقول، سيمكن استعمال مثلا فوالا دوكوت، سنستعمل فوالا. إذا لك الاختيار في استعمال كوت واحدة أو فتحتين لتعريف متغير نصي أو string variable. إذا الحمد لله بايثون is a easy language and simple، لأنه لا يقوم بكتابة float in string إلى غير ذلك. إذا الحمد لله هذه عبارة. سننتقل إلى الكاست. ما هو الكاست؟ إذا الكاست هو تغيير متغير من بيئة إلى بيئة أخرى. إذا أردنا أن نغير واحد إلى عدد آخر، يمكن استعمال الكاست، وبالتالي لاحظ لدينا a equal 1. إذا سنقوم بتحويل A الذي هو عبارة عن صحيح طبيعي إلى عدد حقيقي، وبستخدم float مثلا float استسمح float وعلى بين قوسين وعلى ثم استعمل A استعمل A وعلى. إذا A ينتمي إلى، إذا أردنا أن ننشر صنف A، أو يمكن استعمال كلمة print بين قوسين type ولا بين قوسين ثم سنعطيه المتغير، وبالتالي النتيجة هنا، إذا النتيجة هنا في هذا البرنامج إذا أردنا سيقول لي int class int. إذا run دائما exercise 1، لاحظ إذا سأقوم ب
فوالا، إذا كلاس إنت كنتيجة هذا البرنامج، لأن أي ينتمي إلى إنت. هنا بي يلا فلوت، يعني قمنا بتحويل المتغير الذي هو عبارة عن صحيح طبيعي إلى عبارة عن عدد حقيقي، وبالتالي إذا استعملنا براند تيب بي the result will be float. Control C and Control V and type B. لاحظ هنا سيقوم هذا المتغير سيكون عبارة عن عدد صحيح، عدد صحيح، عدد حقيقي. إذا يمكن أن نستعمل، ننشر قيمة بي، سيكون بي سيحتوي على الفاصلة. إذا لاحظ جيدا، إذا سنقوم ببرمجة، فوالا. إذا لاحظ بأن A كلاس A هو int، B أصبح 1.0 لأنه حولناه إلى float، ثم التيب إيكال كلاس float لأن B أصبح float. إذا لو أعطينا مثلا B متغير نصي أو شاند كاركتر، هلا for example مثلا، إذا إذا كتبنا type b سيعطيني str. The result is str because b is a string variable. إذا لاحظ، سأقوم إن شاء الله بالتطبيق. إذا class str، إذا لاحظ class int لأن هذا صحيح طبيعي، أما b فهو عبارة عن str. إذا للمرور أو الكاستينج، شيء ضروري. إذا تخيل مثلا بي على 1.0، so we can convert a in int. so بي equal int، يعني قلنا له حول لنا a إلى عدد صحيح طبيعي. إذا سنقوم بنشر النتيجة، نتيجة بي. إذا بي will be equal 1 and the type of بي equals int class. إذا يمكن أن نقوم بنشر بي ثم نشر type of بي ليصبح int، وبالتالي إن شاء الله سنقوم بالتطبيق. لاحظ، إذا class int، ولا لأن التيب هو class int، ثم النتيجة هي 1 بدون صفر لأن بي حولناه إلى عدد صحيح طبيعي. إذا الحمد لله. أما إذا كنت تتوفر على string، لا يمكن string، يمكن تحويل string كذلك إلى عدد صحيح طبيعي وإلى غير ذلك. إذا القصد دائما نستعمل تيب int أو float أو str ثم بين قوسين اسم المتغير ليقوم بعملية القص التي هي مهمة جدا. الحمد لله تطرقنا إلى الأشياء، كيفية خلق ملف، كيفية خلق برنامج، كيفية إعطاء قيم أولية للمتغيرات والمتغيرات. الآن تعلمنا كيفية تحويل معطى من نوع إلى نوعية أخرى. الحمد لله. إذا سنقوم استراتيجيتنا في هذه الأربع ساعات وهي كثرة التمارين، وبالتالي إن شاء الله سنقوم ب التمرين رقم 2. التمرين رقم 2 سنتطرق من خلاله على عملية إظهار النتائج للمستعمل، ثم كيفية إدخال المعطيات من طرف المستعمل. دائما في الألغوريثم أو في الخوارزميات هناك حوار بين المستعمل والحاسوب. إذا الحاسوب عندما ينشر النتائج يستعمل كلمة إكرير، أما المستعمل عندما يقوم بإدخال العمليات تسمى هذه العملية لير أو output variable and input variable. Even so, there is a dialogue between the passive computer science and the user. The computer, the personal computer use print to display the results, and the user use input to introduce a variable. إذا المهم من هذا التمرين، سنخلق مشروع جديد، دائما نضغط على اسم المشروع ثم ملف جديد بايثون فايل، نيو بايثون فايل، سنسميه إن شاء الله exercise 2. وبالتالي إن شاء الله هذا التمرين هو عبارة عن تمرين بسيط جدا، وكيفية جمع عددين صحيحين طبيعيين يدخلهما المستعمل. إذا the main objective in this exercise is to add to perfect the sum of two variable to int variable introduced by the user. إذا الحاسوب سيطلب من المستعمل إدخال قيمة A، وبالتالي سنستعمل كلمة print. إذا
برانت بين قوسين سنقوم ب نقول give the value for example give the value مثلا of يعطيني الحاسوب سيقول المستعمل اعطيني قيمتها، وبالتالي استعملنا كلمة برانت. إذا هنا المستعمل سيقوم بإدخال قيمتها، إذا المستعمل لمن يستعمل كلمة برانت، وبالتالي سنقوم تسميح ايجول ثم input. ولكن input هي عبارة عن متغير نصي يلزم، وهنا نريد أن يكون عندنا عددين صحيح طبيعيين، وبالتالي سنستعمل الكاست. الكاست أو تغيير المتغير سنستعمل كلمة الحمد لله int. لاحظ int الحمد لله voilà. إذا نفس الشيء سنقوم بإدخال قيمة بي كنترول سي ثم الحمد لله كنترول في ثم give the value of بي أو إعطاء قيمة بي. ما هنا سنقوم ب بي equal int input. إذا الحاسوب سينشر مساج give the value of a. إذا المستعمل سيقوم بإدخال قيمة a. إذا الحاسوب سيقوم بنشر قيمة بي، المستعمل سيقوم بإدخال قيمة بي، وبالتالي سنجرب هذا البرنامج run. إذا سنقوم run ثم نستخسر التمرين رقم 2. لاحظ give the value of a كنتيجة، لأن السطر الأول أعطانا give the value of a. إذا سيقوم الحاسوب بانتظار حتى يدخل المستعمل أنا المستعمل إدخال قيمة a، وبالتالي سأضغط على قيمة a 5. لاحظ أدخلت 5. إذا السطر الأول والسطر الثاني طبق. إذا عندما أضغط على أونتري سيعطيني give the value of بي. إذا سينتظر الحاسوب إلى حين إعطاء قيمة بي. إذا سنعطيه قيمة 9. إذا النتيجة، إذا لم نبرمج النتيجة بعد، وبالتالي سنذهب إلى البرنامج أو سنوقف البرنامج ثم سيقف البرنامج. الآن سنبرمج الجمع بين عددين، وبالتالي سنستعمل S يساوي equal A plus by plus B. إذا S يساوي A plus B، وبالتالي إن شاء الله سنقوم بنشر النتيجة. إذا لنشر النتيجة نستعمل كلمة برنت كنترول سي ثم هنا كنترول في. إذا سنقول sum ايجو ثم فاصلة، لاحظ ممكن ندمج فاصلة تسمح فاصلة ثم اس متغير اس. اذا النتيجه هي يعني. اذا لو طبقنا هذا البرنامج سيكون هو برنامج متكامل. اذا يعطيني قيمه ا، ساعطيه قيمه ا لاحظ 3 مثلا 7. اذا النتيجه حتما ستكون 10 صوم قال 10. اذا الحمد لله هذه عباره عن input output variable. إذا الحمد لله هو عبارة عن برنامج بسيط يقوم بجمع عددين صحيحين طبيعيين. يمكننا دمج برانت اند انبوت، ولا في استعمال كلمة انبوت لإظهار بعض النتائج. لاحظ سنختصر، سنزيل برانت اسمح ثم سأنقل هذه سي، سأضيفها هنا إن شاء الله اسمح ولا ثم give the value of a. لاحظ إذا أزلت برانت وقمت بإدخاله في input، هذا شيء جيد كذلك. إذا سأقوم ب كنترول في، لاحظ A ثم المتغير B ثم S يقول A A plus B لاحظ ثم النتيجة S. إذا اختصرت، أدخلت العبارة التي أريد نشرها في input، هذا شيء جيد كذلك. إذا سأقوم بالتحقق من البرنامج، لاحظ give the value of a، إذا سأعطي إن شاء الله 4. لاحظ 4 give the value of a، يلزمني تغيير كلمة a بكلمة b، وبالتالي إن شاء الله 8. النتيجة هي 12. إذا سأقوم بتصحيح الخطأ هي b وإعطاء بعض الفسحة وعلى هنا يمكن استعمال نقطتين حسن الحمد لله. إذا سأقوم بإعادة البرمجة، لاحظ 4 الحمد لله
ثم 9، إذا النتيجة ستكون هي 13. إذا الحمد لله تعلمنا هذه المهارة، كيفية إدخال المعطيات وكيفية نشر العبارات. إذا الحمد لله هذه عبارة. إذا بعدما تطرقنا إلى هذا، يمكننا استعمال تطرق إلى شيء آخر، وهو استعمال الرياضيات. لاحظ بأن بايثون هو لغة جميلة جدا. هذه اللغة تستعمل في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وتستعمل الرياضيات. وبالتالي يلزمنا كمبتدئين التعلم كيفية إدخال مكتبية الرياضيات لإجراء الحسابات. لاحظ، نريد مثلا أن نقوم بحساب الجذر. إذا دائما من خلال استراتيجيتنا في هذه الدورة، وهي التمارين، إذا بايثون فايل ثم اكزرسايز، سنستعمل اكزرسايز 3، اعتقد انه اكزرسايز 3، الحمد لله. اذا اكزرسايز 3، الحمد لله. هذا برنامج سيطلب من المستعمل ادخال شعاع دائرة، ونقوم بحساب المساحة. اذا لاحظ، ساستعمل كلمة برانت بين قوسين، ثم سأستعمل give مثلا r، ثم إن شاء الله سأقوم بقراءة هذا المتغير. هذا المتغير هو عبارة عن float، وبالتالي سأستعمل casting لفلوت أو تغيير float. ولا ثم استعمال كلمة input أو التي من خلالها يدخل المستعمل قيمة r. إذا لاحظ، سأستعمل هذه الدالة. إذا يمكننا الاستعمال مباشرة بأن المساحة تساوي 3، مثل مساحة تساوي 3.14 و multiply في r أس 2، multiply r، إذا r أس 2، ثم سأظهر النتيجة. لاحظ، Ctrl C، ثم هنا Ctrl إن شاء الله V، سأقوم بكتابة surface equal ثم S فيرجل، اسمح فيرجل اس. اذا ساقوم مثلا بتطبيق هذا البرنامج. اذا اول شيء run، ساختار exercise 3، ثم سيقوم ب r، وبالتالي ساقوم بادخال قيمه r. واحد، ثلاثه، ولا اذا لاحظ عند اونتري، استسمح. اذا ساقوم باعطائه قيمه 4. إذا النتيجة هي 50.24، 16 في 3، وبالتالي هي 50.24. يمكن استعمال الدول الرياضية. أولا، R أس 2، يمكن استعمال R أس 2. إذا ما هي R أس 10؟ إذا أردت مثلا S أس 10، سأستعمل نجمتين 10. هذا سيعطيني R أس 10. أنا أريد R أس 2. وبالتالي إذا أردت أن أستعمل أس أستعمل نجمتين، نجمة، ستار، فوالا. إذا 2، R أس 2. إذا أردنا أن نستعمل الرياضيات، إذا يمكن استعمال كلمة import ويجلب لنا مكتبية الرياضيات، وبالتالي سنستعمل import mat. وبدل استعمال 3.14 يمكن استعمال فقط اكتب mat.pe. لاحظ، mat.pe 3.14. اذا اردنا مثلا ان نستعمل جذر، مثلا تخيل اردت ان استعمل جذر، او سنقوم ببرمجة مثلا تطبيق اخر. هذا التطبيق يقوم بحساب المسافة بين نقطتين A و B، وبالتالي سأحسب بهذا. دائما استراتيجيتنا هو خلق تمارين وحلول كثيرة لفهم لغة بايثون بدون فلسفة. إذا لاحظ، بايثون فايل سأسميه اكزرسايز، أو اكزرسايز، لاحظ إن شاء الله 4. هذا الاكزرسايز سيقوم بحساب المسافة بين نقطتين، وبالتالي كنترول في، سنطلب r، مثلا سنطلب x، لاحظ x a input، سأقول له مثلا، سأقول على give x a، voilà. إذا لاحظ،
سأطلب الأحصول Ctrl C أحصول نقطة A وأرسم نقطة A أحصول نقطة B وأرسم نقطة B وبالتالي سأستعمل XA YA ثم XB سأسمح XB ثم YB ثم YB أما هنا سأستعمل YA ثم هنا XB ثم هنا YB YB إذا أي نقطة لدي؟ إذا تخيل أريد أن أستعمل الرياضيات وبالتالي سأقوم بكتابة import math وعلى import mathematic وعلى import mathematic ثم سأستعمل لدي نقطة A ونقطة B وبالتالي فإن distance equal سأستعمل كلمة math نقطة skirt. ماذا تعني skirt؟ skirt تعني جدر وبالتالي سأستعمل الجدر XA ناقص XB سأستعمل بين قوسين أس اثنان واحد نجمة نجمة اثنان ثم زائد بين قوسين واحد إن شاء الله نجمة نجمة اثنين ثم هنا سأستعمل الفرق بين XA اسمه XA ناقص YA ثم XA ثم تسمح XA ناقص XB ثم هنا YA ناقص YB الحمد لله ثم سأقوم بنشر النتيجة ونشر النتيجة أستعمل كلمة براند بين قوسين أو براند بين قوسين ثم سأستعمل distance equal ثم فاصلة فاصلة طيب إذا سأقوم بتجريب هذا البرنامج ما يهمني هو الرياضيات إذا exercise cut give XA أعطي اثنان أربعة سبعة ثمانية إذا النتيجة هي ستة إذا المسافة بين بين النقط إكس هي مثلا سبعة ناقص اثنان هي خمسة خمسة 25 زائد 16 جذر 25 زائد 16 هي 41 وبالتالي جذر 41 هو 6.40 إذا النتيجة صحيحة جدا إذا لا أطيل عليكم شكرا في هذا الجزء ثم سننتقل إلى أجزاء أخرى إلى حين نهاية 4 ساعات إنه تحدي الحمد لله تعلمنا كيفية خلق مشروع كيفية خلق ملف بايثون كيفية استعمال الكاست أو تغيير المتغير كيفية استعمال الأفكتاسيون أو تساوي كيفية استعمال مكتبية الرياضيات ثم إدخال المعطيات وكتابة المعطيات شكرا لانتباهكم وإلى اللقاء I think that this video is useful to you and see you again in other video إن شاء الله if you have some comment please mention them in this video السلام عليكم ورحمة الله وبركاته